عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا، يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سمل کے هدیه درود پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله.